أمام بيت العدالة وفي وضح النهار وتحت مرأى الجميع، جريمة قتل لمحام هزت الأوساط النجفية. الحادث جرى بعد أن أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على قتل المحامي حيدر ساهل عيساوي بعد خروجه من محكمة الحيدرية شمالي النجف بست طلقات نارية. أستاذ حيدر أسر عمي محامي من درجة رفيعة نجيل. الجريمة وقعت بسبب خلاف على قضية قطعة أرض متنازع عليها والمحامي وكيل أحد الطرفين، وبسبب حصوله على قرار قضائي وقعت الجريمة ودفع الثمن. وتأتي هذه الجريمة استمرارا لمسلسل اغتيال المحامين في العراق. باهرة اغتيال المحامين قد ازدادت في الآونة الأخيرة، ونراها تودي بحياة زميل تلو الآخر في عموم العراق، رغم عدم إفلات أي مجرم من العقاب. ذوو المحامي تحدثوا ليو تي في عن تفاصيل الجريمة وأكدوا تعرض المحامي المغدور إلى التهديد لأكثر من مرة وإجباره على التنازل عن القضية وتركها، وبسبب عدم رضوخه للتهديدات واستمراره وقعت الجريمة. مكلينا جماعة والدعوة كسبها، فإجا وهددوه ما تنازل عنها، من ما تنازل اغتالوه قبل 4 أشهر وفشلت قضية الاغتيال. احنا نطالب الجهات المختصة خاصة محكمة استئناف النجف كشف هؤلاء المجرمين، لأن هؤلاء المجرمين بصراحة تجاوزوا على الدولة، تجاوزوا على رجل القانون، تجاوزوا على القانون بصراحة. الأجهزة الأمنية أعلنت عبر مؤتمر صحفي إلقاءها القبض على المتورطين والبالغ عددهم 8 أشخاص والمنفذ الرئيس 9 بعد مطاردة بين النجف وكربلاء. تم القبض على الأشخاص المطلوبين، الشخص الرئيسي في جريمة القتل لاذ بالفرار باتجاه محافظة كربلاء، مستمرين بالتحقيق الدقيق لملابسات القضية وعرض الموضوع أمام القضاء إن شاء الله لينالوا جزاهم العادل. مع استمرار مسلسل اغتيال الكفاءات الوطنية المكلفين بالخدمة العامة، تعلو المطالبات بتوفير الحماية للمحامين الذين يتعرضون في الفترة الأخيرة إلى حملة من التحريض والتشويه والعنف. من النجف حسام الكعبي، يو تي في.